أعزائي الأطفال، السلام عليكم في قناة دروس دعم ابتدائي. اليوم عندنا اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. إذن نبدأ على بركة الله. بسم الله. السند أي النص: الغابة هي كنز من كنوز الطبيعة وهبة إلهية منحها الله لنا لتعم فوائدها علينا. والغابة هي تجمع كبير من الأشجار الخضراء التي قد تمتد لآلاف الكيلومترات، وهي جزء مهم وحيوي من النظام البيئي الذي نعيش فيه. وللغابة وظيفة، فهي تطهر الجو بتنقية الهواء وتحمي المزروعات المجاورة من قوة الرياح التي تجفف التربة وتتلف النباتات وتقلل من انجراف التربة الذي يتم بفعل جريان مياه الأمطار. والغابة هي المكان المفضل لسكان المدن الذين ينتقلون إليها رغبة في الراحة والاستجمام والتمتع بالهدوء والمناظر الخلابة. فما أروع الغابة، فحافظ عليها يا إنسان. الأسئلة: أولا، البناء الفكري. ضع عنوانا مناسبا للسند، يعني نبحث عن عنوان مناسب للنص. النص يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الغابة. إذن العنوان هو الغابة. الغابة أو أي عنوان آخر. جمال الغابة. ب: للغابة فوائد كثيرة تعود على الإنسان، أذكر فائدتين منها. نذكر فائدتين، لا فوائد ولكن المطلوب منا فائدتين. وللغابة وظيفة، فهي تطهر الجو بتنقية الهواء، هذه فائدة أولى، وتحمي المزروعات المجاورة من قوة الرياح، أيضا تقلل من انجراف التربة. نختار فائدتين: تطهر الغابة، تطهر الجو بتنقية، يعني تنقي الهواء، بتنقية الهواء. فائدة أخرى: تحمي المزروعات من قوة الرياح. تقلل من انجراف التربة، نزيد هذه: تقلل من انجراف التربة. ابحث في النص عن مرادف كلمة تنظف. كلمة أخرى: تهلك. نعود إلى النص، نبحث عن مرادف هذه الكلمة تنظف مرادفها. وللغابة وظيفة، فهي تطهر الجو بتنقية الهواء. تطهر معناه تنظف، تنقي، هذه هي تنظف. إذن تطهر، نكتبها: تنظف، تطهر، هذا هو مرادفها. مرادف تهلك. تهلك نبحث في النص، تهلك يعني تفسد، تميت نبحث في النص، تفسد
تهديكم. يوجد مرادف آخر تتلفو، ها هي مرادف تهلكو تتلفو يعني تفسدو تتلفو. تتلفو البناء اللغوي، أعرب الكلمات المسطرة في النص. الطبيعة، الجو، المفضل. نبحث عن الكلمة الأولى، الطبيعة تي مشكولة هكذا. الغابة هي كنز من كنوز الطبيعة، من حرف جر، كنوز اسم مجرور وهو مضاف، إذن الطبيعة مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، مضاف إليه دائما مجرور، وعلامة جره هنا الكسرة. هل كسر الظاهرة على آخره. الجو، كلمة الجو، وللغابة وظيفة فهي تطهر الجو. تطهر ماذا؟ الجو، الجو مفعول به، مفعول به، والمفعول به دائما منصوب، هنا منصوب بالفتحة لأنه مفرد. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. المفضل، والغابة هي المكان المفضل. المكان مرفوعة، المفضل مرفوعة. المعرفة، المعرفة مذكر مذكر. إذن هي صفة للمكان، المكان المفضل، صفة المكان مفضل. صفة مرفوعة بالضمة مباشرة، بالضمة الظاهرة على آخرها، صفة مرفوعة. با، استخرج من النص ما يلي. عندنا جدول نملأه. الخانة الأولى حرف نصب، فعل معتل، اسم موصول، فعل أمر، جمع مؤنث سالم. نستخرجها من النص. حرف نصب، نعرف حروف النصب، أن، لن، كي، حتى، لم، تعليل. نبحث عن حرف نصب. الغابة هي كنز من كنوز الطبيعة، وهبة إلهية منحها الله لنا لتعم. لي، لم تعلل، ها هو لتعم. لي، إذن حرف نصب هو لي. بين قوسين التعليل، لم التعليل. فعل معتل، فعل معتل هو الفعل الذي يحتوي على حروف العلة، الألف، الواو، والياء. نبحث عن واحد. وللغابة وظيفة فهي تطهر الجو بتنقية الهواء وتحمي. تحمي فعل معتل الآخر، فعل ناقص. في الماضي نقول حمى، حمى يحمي. تحمي، تحمي، مثل ترمي. اسم موصول، الذي، التي، الذين، اللواتي إلى آخره. اسم موصول، التي واحد، الذي أيضا، الذين، نكتب الذين، الذين. فعل أمر، فعل أمر في نهاية النص، فعل أمر،
فحافظ عليها يا إنسان، حافظ فعل أمر نأمره بالمحافظة على الغابة، حافظ. هلا جمع مؤنث سالم والذي ينتهي بالألف والتاء مفتوحة. ألف والتاء مفتوحة. الكيلومترات، نبحث عن آخر. المزروعات، آخر. النباتات، نختار المزروعات. جمع مؤنث سالم. السؤال الذي بعده، علل سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل في كلمة جزء. لماذا كتبت الهمزة على السطر؟ كتبت الهمزة على السطر لأن ما قبلها ساكن، ما قبلها حرف ساكن، جزء. كتبت الهمزة على السطر لأن ما قبلها ساكن. رابعا، أسند الجملة الآتية إلى المفردة المؤنث المخاطبة. المفردة المؤنث المخاطب يعني بنت. فحافظ عليها أيها الولد. المفردة نقول حافظي عليها أيتها البنت، هذه هي المفردة المؤنثة. فحافظي عليها أيتها البنت، البنت، هذا هو المفردة المؤنثة. ثم إلى الجمع المذكر المخاطب. الجمع المذكر المخاطب يعني جماعة من الأولاد نخاطبهم فنقول لهم فحافظوا، فحافظوا الواو والألف عليها على الغابة. أيها، أيها الأولاد، الأولاد. الوضعية الإدماجية، ذهبت إلى الغابة للنزهة في عطلة الربيع فشاهدت تصرفا غير لائق من بعض الأطفال كتكسير أغصان الأشجار ورمي النفايات على الأرض. اكتب نصا من 8 إلى 10 أسطر تصف فيه الغابة وتتحدث عن فوائدها مقدما للناس نصائح للمحافظة عليها موظفا الصفة والمضاف إليه. نموذج، الوضعية الإدماجية، نموذج. الغابة كنز وهبة من الله لنا، فهي مكان رائع يبعث الهدوء والراحة في النفوس. نستفيد من أشجارها لصناعة الخشب والحطب، فهي تنقي الهواء من التلوث وتلطف الجو وتقي الناس من حرارة الشمس. وتعتبر الغابة فضاء للنزهة والراحة والاستجمام. قد تتعرض الغابة للعديد من الأخطار كالحرائق وقطع الأشجار ورمي النفايات فيها.
لذا أنصح الجميع بالمحافظة عليها والاهتمام بها وعدم تلويثها. بهذا ينتهي هذا الفيديو. موعدي بكم في اختبار آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.